أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنسلط الضوء فيها على مستجدات مشاورات الكويت ومشاركة الوفد النسائي برعاية الأمم المتحدة. ما يقارب 3 أسابيع انقضت على بدء جلسات مشاورات السلام التي تستضيفها الأمم المتحدة ولا جديد خلف طاولاته. خطوة للأمام وخطوتان للخلف، هكذا قال أحد أعضاء الوفد الحكومي، واصفا المحادثات التي ما أن تحقق انفراجا إلا وأعقبه انسداد وعودة للمربع الأول. جديد المشاورات ليس مبشرا، وهذا ما جعل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ يعلن عن تعليق الجلسات المشتركة والعودة للغرف المغلقة والمفاوضات بنظام الغرفتين، وهو ما يعني تعطيل أي لغة للتفاهم وإمكانية للحل المرتقب. الانسداد في المفاوضات وتعثرها هو ما جعل الأمم المتحدة تحاول التفكير في استخدام وسائل جديدة للضغط على المتحاورين بعد استخدامها العديد من الأوراق السياسية والدبلوماسية، حيث لجأت لاستدعاء 7 نساء من اليمن إلى الكويت في مهمة لإنقاذ المشاورات. لعل المتحاورين يصغون هذه المرة لصوت النساء الذي لطالما كان خافتا بسبب الحرب والنزاع. مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة، فالنساء في اليمن كن إحدى الأطراف الأكثر تضررا من النزاع والحرب وفشل التوصل إلى تسوية، كما إنها لم يكن يوما طرفا في تلك النزاعات، وكن يقفن دائما إلى صف دعوات السلام دوما. ولعل السؤال الأكثر إلحاحا هو: هل ستنجح النساء في جلب السلام والضغط على المتحاورين للتوصل لتسوية عادلة، أم أن وجودهن بالقرب من طرفي المشاورات لن يتعدى الجانب الإعلامي والدعائي للأمم المتحدة؟ مستجدات مشاورات الكويت ومشاركة الوفد النسائي المدعو من الأمم المتحدة هو موضوع حلقتنا من زوايا الحدث اليوم، لكن قبل أن نبدأ نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. جاءت مشاركتنا بالتعاون مع مكتب المبعوث الأممي حتى وفد نسائي في مشاورات الكويت، لعله الأول في تجارب محادثات السلام اليمنية التي ترعاها الأمم المتحدة. 7 نساء قدمن من صنعاء للمشاركة في المشاورات الجانبية بين الفرقاء في الكويت بدعوة الأمم المتحدة، والهدف كما يقول المبعوث الأممي التوسط بين الأطراف وحل الإشكالات الشائكة كما تعدها الأمم المتحدة خطوة نابعة من رغبتها في تحسين وضع المرأة في الملف اليمني. جئنا إلى الكويت لا نحمل سوى هموم اليمنيين، وفي مقدمتهم هموم النساء والأطفال التي أنهكتهم الحرب. وضعتنا هذه الزيارة أمام مسؤولية وطنية كبيرة تسعى إلى حث الأطراف إلى الوصول إلى اتفاق سلام شامل وعادل يضمن حق الناس جميعا في السلام والأمن. شمل الوفد كل من نبيل الزبير عضو فريق الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني، والدكتورة بلقيس أبو أصبع وأفرع الزوبة وانطلاق المتوكل وميد شاكر ورشا جرهوم وجميلة علي رجاء. تلك الأسماء لها حضور متفاوت في العمل العام والحقوقي المجتمعي، غير أن معايير اختيارهن وفحوى الدور الذي سيسند إليهن ما زال غير واضح. غير معروف ما الذي سيضيفه الوفد النسائي هذا في مشاورات متعثرة للإسبوع الثالث، وما إذا كان المبعوث الأممي قد فقد البوصلة ويبحث عن طرف يستطيع الضغط على المتحاورين وإحراجهم إنسانيا وأخلاقيا. الواضح أن هدف الأمم المتحدة في هذه المهمة لا يكفي للدلالة على الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في مسار السلام المأمول. كثيرة هي الأسئلة التي تطرح نفسها حول جدوى هذا الخيار وحول الدوافع وراءه، لكن حضور النساء في أي عملية تفاوضية من شأنها الدفع باتجاه حلول أقل تطرفا وأكثر دعما للسلام. الشاهد أن المشاورات لم تتقدم خطوة على صعيد جدول الأعمال حتى الآن، ففي كل يوم يدخل المتفاوضون قاعة الجلسات على أمل الاتفاق، لكنهم يتعثرون جراء التعنت والرفض من قبل وفد الميليشيا. تعنت يتعدى موضوع وقف تحليق الطيران باتجاه استثماره لتحصيل مكاسب سياسية أخرى من أسفل الطاولة، وذلك في استثمار للضغوط السياسية الإقليمية والدولية التي تريد لهذه المفاوضات الخروج باتفاق الحد الأدنى. المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد يقول إن الأمم المتحدة مصرة على تجاوز العثرات والتقدم في مشاورات السلام برغم كل التحديات والصعوبات،
غير أن جميع الأبواب التي كانت مشرعة على الأمل بدأت في التلاشي بانتظار وقوع معجزة تعيد السلام للبلاد التي أدمن ساستها إشعال الحرائق والفشل في إطفائها. إذن مشاهدنا الكرام، موضوع حلقتنا لهذا المساء من زوايا الحدث حول الوفد النسائي المكون من 7 ناشطات يمنيات ذهبنا للمشاركة في ودعم جهود السلام التي تبذل برعاية الأمم المتحدة في دولة الكويت، وقمنا هذا المساء بعمل مؤتمر صحفي. قمنا في هذا المؤتمر بقراءة بيان خاص لهذا الوفد ألقته رشا جرهوم، وكان أبرز ما جاء فيه هو أنهن ذهبنا برعاية المبعوث الأممي حتى يعكسن رؤية وتوجه النساء اليمنيات في المشاورات المنعقدة في الكويت منذ قرابة شهر. جاءوا للكويت ليحمل كما قالت رشا جرهوم لا نحمل سوى هموم اليمنيين وفي مقدمتهم هموم النساء والأطفال الذي أنهكتهم الحرب. نتابع وقائع المؤتمر الذي عقدته هؤلاء النساء. المنعقدة في الكويت منذ قرابة شهر، جئنا إلى الكويت لا نحمل سوى هموم اليمنيين وفي مقدمتهم هموم النساء والأطفال التي أنهكتهم الحرب. وضعتنا هذه الزيارة أمام مسؤولية وطنية كبيرة تسعى إلى حث الأطراف إلى الوصول إلى اتفاق سلام شامل وعادل يضمن حق الناس جميعاً في السلام والأمن. وصلنا منذ يوم الأربعاء الماضي بدعوة الأمم المتحدة وبرعاية كريمة من دولة الكويت، ومن خلال لقاءاتنا شعرنا بمدى الحرص الإقليمي والدولي للدفع باليمن للوصول إلى حل سياسي وتجنيب الوطن المزيد من سفك الدماء. تجدد لنا بصيص الأمل بأن الحل يلوح بالأفق، وأن على الأطراف المتفاوضة ألا يخذلوا الشعب اليمني وأن يعودوا سريعاً بالسلام لليمن. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وينضم إلينا الآن نادية الكوكباني. مرحبا بك دكتورة نادية. أهلا وسهلا يا أمل. أهلا بك دكتورة نادية. ما أن انتشر خبر وصول الوفد النسوي إلى الكويت حتى بدأ الكل يسأل عن كيفية اختيار هذا الوفد، أنت كان لك وجهة نظرك الخاصة كما لاحظنا من خلال منشورك في الفيسبوك، فما هو تعليقك؟ في البداية أنا أشكر نساء السلام في الكويت. نعم تفضل. فيما يخص منشوري على الفيسبوك، منذ اندلاع الحرب قام مكتب مبعوث الأمم المتحدة ولد الشيخ بإنشاء توافق نسوي على أن يحوي نخبة من نساء اليمن من الحزبيات ومن المستقلات ومن منظمات المجتمع المدني وفق آلية ارتآها مكتب ولد الشيخ، وبالتالي تم التواصل مع هؤلاء النسوة وأعلننا موافقتهم على إنشاء هذا التوافق على أن يتم عن طريقه المساعدة في إيجاد السلام في اليمن وفي تخفيف الوضع الإنساني وفي الحملات والتوعية بمخاطر هذه الحرب وأضرارها على النساء. وبالفعل بدأنا يشتغلنا في صنعاء فيما يخص الأسرى والناطقين، في عمليات الإغاثة، في عملية الإغاثة الإنسانية. ولكن عندما ذهبنا 7 نسوة منهن إلى الكويت أيضا بهدف السلام وبهدف إيصال رسالة كل اليمنيات على أن الحرب فعلا أنهكت اليمن وأنهكت المرأة اليمنية بشكل خاص. قامت الدنيا ولم تبعد عن ما هي آلية اختيار هؤلاء النسوة وهن من نساء التوافق. فبالتالي كان هناك أيضا لمكتب ولد الشيخ رؤية خاصة في اختيار هذه النسوة، كما كان له أيضا ذات الرؤية في اختيار الأسواق النسوية السابق. فبالتالي المبدأ هو إشراك النساء وإيصال رسالتهم وليس ما هي آلية اختيارهن. من ذهبنا إلى الكويت من المجتمع المدني من النساء المستقلات التي ليس لهن أي هدف إلا إيصال رسالة سلام إلى إيصال معاناة المرأة اليمنية في هذه الحرب التي الدائرة في الاقتتال الداخلي، في أنه لا يوجد من يدفع ثمن أكثر من النساء والأطفال
والشباب في اليمن، فبالتالي توقعت ان يتم رفضهن بالمساعدة وبالتقارير وبإيضاح الحالة الإنسانية بشكل كبير، وليس التذمر على من اختارهن او كيف تمت عملية اختيارهن. في النهاية مبدئي وقناعتي بأنه كل نساء اليمن قادرات على أن يصلن رسالة السلام، كل نساء اليمن البسيطات المتواضعات اللائي في بيوتهن قادرات على أن يصلن للعالم رسالة السلام، فما بالك بسبع نساء من نخبة النساء في المجتمع اليمني قادرات على إيصال أفكارهن بطريقة واضحة ورؤيتهن للسلام. نعم، وصلت الفكرة دكتورة نادية، واسمحي لي أن أشرك معنا في الحديث المحامية إيمان الشائف عضو فريق التوافق النسوي. مرحبا بك دكتورة إيمان. دكتورة إيمان هل تسمعيني؟ أسمعك بوضوح. أهلا بك دكتورة إيمان، وبداية هنالك من تحدث عن بيان أصدرتموه أنتم في هيئة نساء التوافق عن حول الوفد النسوي المشارك في الكويت، ما حقيقة هذه الأنباء؟ عزيزتي أولا أشكرك على التواصل معنا وتوضيح مثل هذه الفكرة. نعم. بداية أود الشكر والدعم العميق لأخواتنا المشاركات في الكويت باسم المرأة اليمنية، وفيما طرحتي وسؤالك حول صدورنا البيان، أنا عضوات التوافق النسوي اليمني من أجل الأمن والسلام. نعم. هذا التوافق أنشئ قبل سنة تقريبا أو أقل من سنة، كان هدف عملية السلام. نعم. هو إيصال صوت المرأة إلى طاولة الحوار والمفاوضات، وما يثار حول رفض التوافق أو إصداره بيان حول تشكيلة النساء التي شاركوا في وفد الكويت، هذا صحيح مرة وأسف جدا هذا الكلام. ومن نساء أيضا، بالعكس نحن نساء التوافق نعم غير يعني رافضات ولا يعني مغتربات اطلاقا مشاركة النساء. نعم. اخواتنا من شاركوا في وفد الكويت من نخبة المجتمع قيادات النسوية ومن افضل ما يكون، وهن اخواتنا في التوافق ونعتز بهم كثيرا. نعم، اذا سيده ايمان كما هو واضح من كلامك انكم مع هذا الوفد وانه يمثل جميع الشرائح النسويه الموجوده في اليمن، اذا ما هو طبيعه الدور المأمول من هذا الوفد في تقديمه؟ طبعا احنا كلنا امل بان اولا ان يصل صوت المراه الى طاوله الحوار. يقولون ان المراه اليمن لابد أن يكون لها رأي ويكون لها صوت في هذه المفاوضات. طبعا المرأة من حقها في كل العمليات السياسية بشكل عام. المرأة من أين جاءت ومن أي منطقة ومن أي تجمع ومن أي، لا نختلف من هي المرأة التي تشارك، ولكن أهم شيء إيصال صوت المرأة. هذا حق من حقوقنا بموجب المواثيق الدولية بموجب الوثائق الوطنية. نحن بحاجة إلى أن تكون للمرأة صوت. المرأة دائما هي من تحمل راية السلام، وهي القادرة على أن تسد الفجوة بين المتحاورين. نتمنى أن نعطى لها الفرصة، نتمنى من كل قلوبنا أن تعطى المرأة الفرصة لتساهم في صنع عملية السلام في المفاوضات. نعم، إذن هل تعتقدي أنه سيكون هنالك تأثير واضح لدور هذا الوفد على سير المفاوضات؟ هذا الكلام ثقة النساء اللي شاركوا في المفاوضات، لا نتوقع أن يكون التأثير سريعا، نحن بحاجة إلى وقت. نعم. مع الأيام والمشاورات طبعا هي بحاجة، كل العملية السياسية والمفاوضات السياسية بحاجة إلى وقت طويل، ونحن جاهزين بكل ما استطعنا به من قوة أن نكون حمام سلام وأن نقدم ما هو أفضل للمجتمع. لدينا معاناه كثيره، نحمل هموم الشعب، نحمل هموم اليمنيين جميعا وعلى راسهم المراه والاطفال.
نعم، إذن دكتورة إيمان، كيف يمكن للنساء في اليمن، خاصة أنه هنالك بيان أصدرته بعض الناشطات يدعمن هذا الوفد ويطلبن من الأمم المتحدة توسيع دائرة المشاركة النسوية وأيضا فئة الشباب والمجتمع المدني، كيف يمكن لهؤلاء أن يدعمن هذا الوفد في إنجاح مهمته؟ احنا كنا نامل وكنا نعول على المتفاوضين اطراف النزاع يشركوا في وفودهم التفاوضيه، ان يشركوا النساء، يشركوا الشباب، لكن للاسف الشديد كان في هناك اشجام لهذه المشاركه. ولكن نحن نامل مثل ما المبادره الامم المتحده من السيد اسماعيل ولد الشيخ، مبادره رائعه باشراك النساء، نأمل منه إن شاء الله في الدورات القادمة، وإن كانت هناك مجال دائرة المشاركة لتشمل أولا المشاركة، أن يكون هناك توازن حقيقي، توازن في التمثيل على مستوى الجغرافي والمستوى السياسي. نعم، وصلت الفكرة. نعم، إذن دكتورة المحامية إيمان الشايف كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك دكتورة إيمان. ونعود الآن مشاهدينا الكرام للدكتورة نادية الكوكباني. دكتورة نادية، البيان الذي أصدره هذا الفريق عن يعني أبرز ما حمله هو الدفع بمفاوضات السلام، وكيف يمكن، السؤال هو كيف يمكن الدفع بمفاوضات السلام، كيف يمكن أن يقمن هؤلاء النسوة بمهمتهن؟ من الجيد ان تكون رؤيه التوافق المصري على هذا القدر من المسؤوليه. انا احييهن ايضا واشجعهن واتمنى منهن دعم النساء وتوسيع المشاركه. نعم. ما يهمنا الان هو ايصال الحقيقه التي تعاني منها النساء في اليمن. سندفع كلما تعانيها النساء الى طاوله الحوار السياسي، لانه في نهايه الامر لا يستشعر السياسيون معاناة المجتمع، معاناة المجتمع الإنسان اليمني البسيط الغير قادر في الفترة الحالية، ارتفاع الدولار، انعدام الكهرباء، انعدام الماء، وسائل العيش أصبحت ضنكة أكثر مما يتخيلوا، فبالتالي إيضاح هذه الصورة فيما يخص المجتمع وفيما يخص معاناة النساء والأطفال مهمة جدا لتقريب وجهات النظر بأنهم لابد أن يضعوا حلول في هذا الإطار. لابد ان يسرعوا حتى نصل الى حل والى توافقات سياسيه، لابد ان يشركوا كافه المكونات السياسيه وان لا ينفردوا بالقرار حتى لا ندخل في متاهه من جديد، لابد ان نعود جميعا الى طاوله الحوار السياسي القائم على مبدا الشراكه الوطنيه والتوافق الوطني الذي سيخرجنا الى بر الامان. هذه هي رساله النساء كانت وما زالت وستكون. نعم، وصلت الفكرة دكتورة نادية. هنالك من يستغرب التناقض الحاصل، هنالك هجوم من قبل حوثيين وإعلاميين محسوبين على أنصار على الحوثيين أنهم على هذا الوفد، ومن جهة أخرى هنالك من يرى أنهم مقربين من الوفد الحوثي، ما هو تعليقك على هذا التناقض بين وجهتي النظر؟ لقد لخص ما قلتيه تحديدا المبعوث السابق لمكتب الأمم المتحدة جمال الله عمر، رعاه الله حيثما كان، وقال اليمنيون يختلفون في كل شيء ولا يتفقون إلا في أمور النساء، في أمور إخفاء النساء، وإلا لو رأينا للموضوع بطريقة إنسانية، ما الضير في أن تصل رسالة النساء في اليمن عبر مندوبات أو عبر مرشحات أو عبر مبادرات لهذه الرسالة؟ لماذا هذا السخط؟ ما سببه؟ ما هو الخطأ الذي ارتكبنه هؤلاء النسوة حتى يتم هذه الحملة الشنيعة كما أسلفتي؟ من كل الجهات، من إعلاميين، من مثقفين، من حزبيين، لماذا يتم هذا الرغبة الشديدة في إقصاء النساء عن الحوار السياسي، في إيصال رسالتهن التي هي رسالة العالم، هي رسالة السلام، هي المعاناة؟ هذا يدل إن دل على شيء فإنما يدل كما أسلفت على أنه بالفعل هناك اتفاق على إقصاء النساء وعلى إطالة أمد فترة الحرب دون النظر إلى معاناة الشعب اليمني الحقيقية، الشعب اليمني الذي يموت في اليوم آلاف المرات وهو يعاني من القصف، وهو يعاني من القتال الداخلي، وهو يعاني من ضنك العيش. لذلك أنا أستغرب وأوجه لهم رسالة، لماذا هذه الحملة الشنعاء؟ ما هي أسبابها؟ هل لأنهن نساء فقط
ولماذا يتم التوافق على النساء بهذه الطريقة؟ النساء لو كنا موجودات على المشهد السياسي اليمني منذ زمن لكنا شوكة ميزان، لكنا حمامات سلام، لكنا دافعات بالخير وبالأمان لهذا البلد. نعم، إذن دكتورة نادية تفضلي بالبقاء معنا واسمحي لي لأن أشرك معنا في الحديث. سيدة رنا غانم عضو الفريق الاستشاري للوفد الحكومي، مرحبا بك سيدة رنا. أهلا وسهلا. أهلا بك سيدة رنا. هل وصلت رسالة الوفد النسائي من خلال البيان الذي قمنا ببثه في المؤتمر الصحفي؟ هل وصلت الرسالة للوفد الحكومي والوفود المتفاوضة في الكويت؟ قام الوفد الحكومي يوم أمس قبل إصدار هذا البيان باللقاء مع الأخوات التي قدمنا من صنعاء ومن مناطق مختلفة لينشدنا السلام ويدفعنا الطرفين المتفاوضين، إنجاز لنا هذا التعبير. نعم. لحثهم على السلام. تم هناك لقاء مع وزير الخارجية، نائب رئيس الوزراء الأستاذ عبد الملك المخلافي وأعضاء من الوفد الرسمي، والتقوا بالنساء الحاضرات وكان هناك لقاء مطول. تم شرح للأخوات أولا أنهم لا يوجد هناك اعتراض على وجودهن وعلى الدور الذي يقومن به، ولكن هناك حدث نوع من سوء الفهم لأن الأمم المتحدة لم تبلغ الوفد الرسمي بقدوم هؤلاء الإخوة وتفاجؤوا بوجودهن. وهناك شائعات، من يقول أنهن سيؤثرن على مسألة التفاوضات، ولكن تم إزالة هذا اللبس بوضوح. رحب معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالأخوات واستمع إليهن واستمع إلى الأفكار الرائعة التي طرحنهن وأشاد بها بدورهن، وأيضا أشاد بهذه الروح العالية التي يعني يحملنها الأخوات. وأكدنا الأخوات قبل إصدار البيان، كنا ناقشنا أيضا المواضيع التي طرحت في البيان، واليوم تم إصدار هذا البيان. هل نستطيع القول أن عدم إعلام الوفد الحكومي هو سبب أنه لم نسمع أي تعليق من قبل الوفد الحكومي حول الوفد، وما كان رد الأمم المتحدة على تفاجؤ الوفد الحكومي؟ الأمم المتحدة قالت أنها كانت تتكتم على حضور هذا الوفد لدواعي حتى أمنية، حتى لا يتم عرقلة خروج بعضهن من صنعاء، ويعني وبررت هذا الموضوع. رحب الوفد الحكومي بوجود الأخوات، وحتى وضعوا أنه يعني حتى لو كن هؤلاء اللاتي حضرن من الطرف الآخر من الطرف الانقلابي، كنا حضرنا أخوات، يجب على الوفد الشرعي أو وفد الحكومة أن يلتقي بهن، لأن الوفد الحكومي ينظر إلى نفسه بأنه يمثل الدولة اليمنية، ويجب أن يقابل يعني من يأتي من اليمن من الداخل من الخارج لملاقاته، لأن يضع عليها الأفكار، لأن يطرح عليه مطالب، ينظر بعين المسؤولية إلى هذه المسألة. ولهذا تم اللقاء بالأخوات. نعم. وكان اللقاء في الحقيقة لقاء جيد وممتاز، وكنا الأخوات في يعني طرحهن في يعني في محل المسؤولية. نعم، إذا دكتورة سيدة رنا ابقي معي واسمحي لي لأن أعود للدكتورة نادية. دكتورة نادية، ما الذي تتوقعيه من هذا الوفد، وما الذي يمكن أن يضيفه لمسار المشاورات؟ أتوقع أن يكون الأخوات قد أوصلنا رسالة السلام التي ذهبنا من أجلها، وربما أهم نقطتين فيها هي إيقاف الحرب الخارجية على اليمن والاقتتال الداخلي بالطبع، وأيضا الإخراج على كافة الأسرى والمعتقلين، أن تكون هذه الخطوة الأولى لاطمئنان الأمهات من النساء على أولادهن وعلى عائلاتهن وعلى كل من له سجين. هذه أهم نقطتين أوصلناها. البيان الذي أصدرناه بخصوص توسيع المشاركة، هذا أيضا سيثري مشاركة النساء
وبالتالي وجودهن حتى ولو على سبيل ان يكون مراقب وليس مفاوض او محاور. فبالتالي وجودهن كما اسلفت شوكة ميزان في هذه الفترة، لانه سيذكر كل المتفاوضين بما ينتظرهم في اليمن. المتفاوضون لديهم عائلات في اليمن، لديهم سجناء في اليمن، لديهم أسرى، لديهم معتقلين. فبالتالي رؤية النساء ووجودهن هو عامل إنساني ووسيلة ضغط للمتحاورين في سرعة الإنجاز. نعم، إذا الدكتورة نادية الكوكباني كاتبة وروائية يمنية، شكرا جزيلا لك. ونعود مشاهدينا الكرام لضيفتنا رنا غانم. سيدة رنا، البعض يقول أن هناك مشاركات في كل وفد من مشاورات الكويت، ما الجديد الذي يمكن أن تضيفه النساء الذي حضرنا إلى الكويت مؤخرا؟ النساء التي حضرنا إلى الكويت جئنا يطالبن بالإضافة إلى ما طرحته الأخت نادية حول رسالة السلام التي ينشدها كل مواطن يمني. جئنا أيضا يؤكدن على مرجعية مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بأهمية تمثيل النساء والشباب وفي كل مرحلة من مراحل المفاوضات والمرحلة الانتقالية ومرحلة الانتقال إلى الدولة اليمنية إن شاء الله. هذا هو كان مطالب هؤلاء النسوة، لأن لم يتم تمثيل النساء وفق مخرجات الحوار الوطني في الوفود المشاركة أو في الوفود المفاوضة. فكانت هذه إحدى الرسائل القوية التي طرحناها. كونك المستشار للوفد الحكومي ومطلعة على آخر مستجدات المشاورات، هل لك أن تطلعين عن الجديد بعد تعليق الجلسات المباشرة؟ هناك انسداد في الأفق حتى الآن، لأنه كلما حاولنا أن نتجاوز أو نقطع شوط أو نقطع خطوة في البدء بمناقشة النقاط التي يحتويها جدول الأعمال، يعود بنا وفد الإنقلابيين وصالح إلى نقطة الصفر مرة أخرى. فمثلا على سبيل المثال بالأمس قالوا أنهم لم يوافقوا على جدول الأعمال، لم يوافقوا على النقاط الخمس، لم يوافقوا على تشكيل اللجان، بالرغم من أنهم قد سموا كانوا أعضائهم في تشكيل اللجان، مما دفع يعني إلى تعليق المشاورات المجتمعة في تلك اللحظة. واليوم كان يفترض أن يكون هناك لقاء يجمع الفريقين في الساعة الخامسة، ولكن أجل هذا اللقاء، لا نعلم إلى متى، لأن المواعيد اللقاءات يحددها الأخ إسماعيل ولد الشيخ. يؤسفني أن أقول أننا لا نزال في نقطة البداية. تعلن الأمم المتحدة بأن هناك تحرك ما أو قطع شوطا ما، ولكن هذا لا تزال هنا، يعني هو تحرك شكلي إن صح لنا التعبير، يعني في تشكيل اللجان، لكن حتى هذه اللحظة لم نخوض في أي نقطة من النقاط الهامة أو النقاط التفصيلية. وصلت الرؤية. إذا سيدة رنا غانم عضو الفريق الاستشاري للوفد الحكومي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسرني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي الدكتورة نادية الكوكباني كاتبة وروائية، وكان معي أيضا المحامية إيمان الشايف عضو فريق التوافق النسوي، وكان معي أيضا من الكويت رنا غانم عضو الفريق الاستشاري للوفد الحكومي. وبالأخير أشكر لكم حسن المتابعة، وهي لكم من الإعداد من زميلي محمد القاسم. نلقاكم على خير في حلقة قادمة. إلى اللقاء.